سوريا الديمقراطية تتقدم تجاه آخر جيب لتنظيم داعش. قلق دولي حيال دور حمزة بن لادن المقبل. ومسرح المجاز يختتم أمسياته بحفل الفنان ماجد المهندس. تحية طيبة مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو الآن، تأتيكم مباشرة من استديوهاتنا في دبي. والبداية مشاهدينا من الجزائر، حيث أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية تعيين عبد الغني زعلان خلفا لعبد الملك سلال لإدارة حملة بوتفليقة الانتخابية. وفي وقت سابق قال مسؤول في حزب العمال الجزائري إن الحزب لن يقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية في 18 من شهر نيسان أبريل المقبل، ما يحدث للمرة الأولى منذ عام 2004. وفي السياق ذاته أفادت وسائل الإعلام أن الرئاسة الجزائرية ستعلن عن قرارات هامة خلال الساعات المقبلة. هذا وتدرس أحزاب معارضة جزائرية الاجتماع للانسحاب من الانتخابات. وفي وقت سابق أصيب عدد من المتظاهرين في الجزائر بجروح خلال مواجهات مع قوات الأمن قرب قصر الرئاسة في العاصمة. أكد مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لإصدار عقوبات جديدة ضد ميليشيات حزب الله. وتوقع المسؤول الأمريكي صدور قرارات جديدة من دول أخرى وجولة ثانية من العقوبات الدولية التي تستهدف حزب الله من الآن فصاعدا، مضيفا أن الهدف هو جعل الأمر أكثر صعوبة على الحزب عند استخدام النظام المالي اللبناني. في الشأن السوري، نشر موقع عين الفرات شريطا مصورا يظهر القصف العنيف لسوريا الديمقراطية على الجيب الأخير لداعش. وتوغلت قوات سوريا الديمقراطية من جبهتين داخل الجيب الصغير في الباغوز في محافظة دير الزور شرقي سوريا، مضيفا أن 3 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية أصيبوا حتى الآن بجروح. اعترفت الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية بدور حمزة نجل أسامة بن لادن في الحركة المتطرفة والإرهابية العالمية التي يبدو أنه سيتولى إدارتها على خطى والده. وأضافت لجنة الأمم المتحدة للعقوبات ضد تنظيمي داعش والقاعدة اسم حمزة بن لادن إلى لائحة الأشخاص الذين يخضعون لتجميد دولي لموجوداتهم وحظر للسفر. وأوضحت الأمم المتحدة أن الزعيم الحالي لتنظيم القاعدة أيمن الظواهري سماه في شهر آب أغسطس من عام 2015 رسميا عضوا في تنظيم القاعدة ويعد خليفته المرتقب. أيضا في أخبارنا، أعلن الجيش الباكستاني في بيان له قتل جنديين باكستانيين خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات الهندية في الجزء الخاضع لها من كشمير. وأضاف البيان أن قتل جنديين جرى أثناء ردها على استهداف القوات الهندية للمدنيين في القطاع الحدودي، مشيرا إلى أن الجانب الهندي تكبد في المقابل خسائر بشرية ومادية. كيف تحاول الصين إخفاء جرائمها ضد الإيغور أمام وفود إعلامية؟ التفاصيل مشاهدينا بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. أحييكم من جديد. كشف تقرير صحفي قيام الأمن الصيني بالإفراج مؤقتا عن بعض المعتقلين الإيغور من معسكرات الاعتقال بشكل مؤقت للتغطية على جرائمها بحق تلك الأقلية أثناء تغطية وفود إعلامية لظروف احتجاز أفراد من الأقلية المسلمة. وأورد التقرير أسماء أشخاص وناشطين أفرج عنهم قبل أن يعاد اعتقالهم مرة أخرى. التفاصيل ضمن التقرير التالي. لجأت الصين في محاولة منها لتلميع صورتها أمام المجتمع الدولي إلى إطلاق سراح بعض معتقلي الإيغور بشكل مؤقت من معسكرات الاحتجاز المنتشرة في معظمها بإقليم شينجيانغ شمال غرب الصين،
بكي لم تقدم على تلك الخطوة مراعاة لاعتبارات أخلاقية أو حقوقية، بل لجأت إليها مرغمة في محاولة منها للظهور بمظهر المحافظ على حقوق أقلية الإيغور أمام زيارة وفود أجنبية تقف على ظروف احتجاز الأقلية المسلمة في معسكرات الاعتقال. الصين قامت بدعوة مجموعات إعلامية من أندونيسيا وماليزيا بهدف ترتيب جولات لهم كجزء من محاولة للرد على النقد الدولي لسياسات بكين القمعية تجاه الأقلية العرقية الصينية. موقع إذاعة آسيا الحرة أورد بعض أسماء المفرج عنهم مؤقتاً، فعلى سبيل المثال يكشف الموقع عن أحد الناشطين من الإيغور الذين يعيشون خارج الصين ويدعى ذو الفقار علي، أبلغهم بأن أحد أقاربه المحتجز في معسكرات الاعتقال اتصل به بشكل مفاجئ ليؤكد له أنه تم الإفراج عنه مؤقتاً بعد نحو عامين من احتجازه. الشاب المفرج عنه قال إن السلطات قامت بالإفراج عن 20 شخصاً من كل سجن في المعسكر الذي كان محتجزاً به، حيث تم تغطية رؤوسهم واقتيادهم مكبلين بالأسفاد من خارج معسكر الاعتقال إلى منازلهم. ذو الفقار علي يؤكد أن قريبه كشف له قبل أن تعاود السلطات اعتقاله مرة أخرى، تعرضه وزملائه للتعذيب، مظهراً له بعض الندوب الناجمة عن ذلك. إذاعة آسيا الحرة أجرت اتصالاً مع أحد المسؤولين في مقاطعة كاشغار الصينية، والذي أكد بدوره أن الأمن الصيني أفرج مؤقتاً وليوم واحد فقط عن 3 معتقلين على الأقل من معسكرات تلك المقاطعة تحت بند إفراج مؤقت بغرض زيارة عائلية. الإذاعة تواصلت كذلك مع أشخاص آخرين أكدوا أن بعض أقاربهم تم الإفراج عنهم مؤقتاً قبل أن يعاد اعتقالهم. وأخيراً، لا يمكن للصين أن تغطي على جرائمها بحق الإيغور اقتباساً من المثل القائل بأن الشمس لا تغطى بغربال، وخصوصاً أن عشرات التقارير الاستخباراتية والصحفية أكدت على أن أكثر من 1,000,000 إيغوري معتقلين في معسكرات جماعية ويخضعون لأشكال التعذيب والاضطهاد المختلفة. تشن قوات سوريا الديمقراطية هجوماً عنيفاً على الجيب الأخير لداعش في محافظة دير الزور. المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أفاد بأن القوات توغلت في آخر جيب لتنظيم داعش، مشيراً إلى أن قتالاً شرساً يجري حالياً. عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية حكمة حبيب قد أكد لأخبار الآن أن القوات ستحرر المنطقة بشكل كامل خلال 5 أيام إلى 10. وكانت قوات سوريا الديمقراطية تنتظر إجلاء المدنيين بشكل كامل لاقتحام آخر جيب لداعش، وتعد قرية الباغوز آخر بقعة يحتلها داعش في منطقة وادي نهر الفرات التي أصبحت آخر معقل رئيسي لداعش في العراق وسوريا بعد سلسلة من الهزائم التي مني بها التنظيم في عام 2017. معنا مشاهدين من دير الزور عبر الهاتف روناك شيخي مراسلة أخبار الآن. روناك، أهلا وسهلا بك. أين وصلت إذن المعارك حتى اللحظة التي تشنها قوات سوريا الديمقراطية ضد آخر جيب لداعش في الباغوز؟ نعم روناك، سعد مساكي. حتى الآن نحن أو مجموعة من الصحفيين الراغبين بالتغطية نقف في نقطة قريبة من الباغوز حيث لا يسمح لنا بالتقدم بسبب شراسة المعركة، بالإضافة إلى استخدام تنظيم داعش للشاحنات المفخخة والسيارات المفخخة وجميع الأسلحة الثقيلة التي كانت بحوزتها. المعارك قوية جدا منذ البارحة الساعة 6 وإلى الساعة لم تتوقف المعارك، وطيران التحالف لم يتوقف عن التحليق والقصف. لا. طبعا حسب المعلومات الأولية حتى الآن تم تحرير 6 نقاط من تنظيم داعش، بالمقابل قتل العديد منهم وأصيب حوالي 8 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية. طيب روناك، بحسب معلوماتك هل خرج جميع المدنيين من القرية أم ظلت هناك أعداد منهم؟ حسب المعلومات أن لا زال هناك القليل من المدنيين الذين بقيوا في الداخل. طبعا هؤلاء هم نساء وأطفال عوائل تنظيم داعش لم يرغبوا بالخروج، لأن قوات سوريا الديمقراطية وخلال الأسبوعين الفائتين فتحت ممرات آمنة لخروجهم، وتم خروج 6 قوافل حوالي 10,000 شخص.
ولكن هؤلاء الأشخاص يبدو أنهم فرصوا البقاء في الداخل ولم يخرجوا. طيب، هل من أرقام تقريبية روناك لعدد مقاتلي داعش داخل القرية؟ طبعا المساحة المتبقية كما يعلم الجميع هي صغيرة جدا، لا تتجاوز النصف كيلومتر، ولكن حسب المعلومات أن لا زال هناك الآلاف من عناصر تنظيم داعش المتحصنين في ذلك المكان، وحسب المعلومات التي أخذناها من الذين خرجوا أنهم يتحصنون داخل الخنادق والأنفاق ويستخدمون جميع أنواع الأسلحة الثقيلة. نعم، هل هناك أي تسريبات من قوات سوريا الديمقراطية عن سقف زمني متوقع لدحر داعش داخل القرية؟ الحقيقة لا معلومات إلى الآن حول السقف الزمني لإنهاء هذه المعركة، ولكن من المتوقع وحسب ما يقال ربما تكون خلال الأيام القليلة المقبلة، أو نتوقع خلال نهاية هذا الأسبوع أن تنتهي هذه المعركة وينتهي كل شيء. هل من سمعتي روناك عن حالات استسلام حتى الآن من أفراد داعش؟ طبعا، ومنذ البارحة لم يتم أي حالة استسلام من تنظيم داعش. قبل ذلك في الأسابيع الماضية طبعا استسلم الكثير، أما منذ البارحة الساعة الثالثة مع استمرار القصف لم يستسلم أحد منهم، على العكس يستخدمون كل ما أوتوا به من قوة للدفاع عن أنفسهم. طيب، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. حدثتنا مراسلة أخبار الآن من دير الزور روناك شيخي. استقبل قضاء سنجار شمالي العراق 21 امرأة وطفلا أزيديا حررتهم قوات سوريا الديمقراطية بعد أن قضوا أكثر من 4 سنوات في الأسر لدى أفراد تنظيم داعش الإرهابي، وقد تم تحرير هذه الدفعة من الأزيديين المخطوفين من منطقة الباغوز آخر معاقل داعش شرقي نهر الفرات شمالي سوريا التي تعرضوا فيها لأبشع أشكال التنكيل والاستعباد الجنسي والتعذيب النفسي والجسدي. احنا والحمد لله اجينا لعندهم وشفنا سنجار، والله ما كنا عارفين انه راح نجي على سنجار، بس الحمد لله انه اجينا على السنجار وشفنا اهالينا، والله كانوا معاملتهم كويسه كثيره معانا. استديو الان مستمر مشاهدينا، وفيه بعد فاصل اخير دليل جديد على وجود مياه في كوكب المريخ. أحييكم من جديد. تداول مستخدمون على صفحات فيسبوك تحذيرات من صورة تظهر شخصية ذات عيون جاحظة وابتسامة مخيفة تسمى لعبة مومو. يقال إنها تظهر على بعض وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا على موقع يوتيوب بين مقاطع برامج مخصصة للأطفال، وتطلب منهم القيام بتصرفات مؤذية. التفاصيل ضمن التقرير التالي. الحديث عن لعبة مخيفة اسمها مومو يزعم أنها تشجع الأطفال على الانتحار أو تهددهم بالقتل إن أخبروا أحداً أثار حالة من الهلع لدى الكثيرين في بلاد عدة. تحقيق أجرته صحيفة سان البريطانية كشف أن يوتيوب لا يزال يعرض فيديوهات خاصة بتحدي مومو المثير للجدل ضمن العديد من برامج الأطفال الشهيرة المتوفرة على يوتيوب، رغم تأكيدها في وقت سابق من عدم وجود مقاطع تروج لها. وتصدر الشخصية المرعبة الخاصة بالتحدي تهديدات مخيفة لمن ينقر على الفيديو، الأمر الذي يشجع كثيرين على فعل ذلك وحصد آلاف من المشاهدات وفق الصحيفة البريطانية. وخلال الأيام القليلة الماضية حذرت بعض المدارس في بريطانيا الأهالي من تحدي مومو
كما حذر الأزهر كذلك من لعبة مومو الإلكترونية التي بدأت في الانتشار على نطاق واسع في مصر. وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن مومو تستهدف جميع الفئات العمرية وخاصة الشباب، ويعتبر الوجه الآخر للعبة الحوت الأزرق وببجي، كما تستخدم أساليب نفسية معقدة تحرض على إزهاق الروح من خلال القتل. وتجذب اللعبة محبي المغامرة وعشيقي الألعاب الإلكترونية، وتستغل لديهم عامل المنافسة تحت مظلة البقاء للأقوى. وقال المركز إنه رصد أخبارا عن حالات قتل من مستخدمي هذه اللعبة، وحدد 10 نصائح لتجنبها، مطالبا الأسرة بتنفيذها وبشكل مكثف لتجنب الأضرار القاتلة التي قد تنتج عنها. من العاصمة الأردنية عمان عبر الهاتف معنا الدكتور بهاء طبازة، استشاري الطب النفسي. دكتور بهاء، أهلا وسهلا بك معنا. أغلب الأمهات والأباء يصابون بالفزع عند سماع مثل هذه الأخبار، كيف يمكن الأولياء حماية أطفالهم أولياء الأمور من مثل هذه الألعاب المؤذية؟ مساء الخير لكم ومشاهدين. بداية لما نحكي عن لعبة إلكترونية مثل مومو أو غيرها، يعني إحنا نحكي عن لعبة إلكترونية هدفها الانتشار والأرباح المالية والبقاء أطول فترة ممكنة، لأنه معروف إنه هاي الألعاب استهلاكية، ويعني إذا ما كان في شيء محدد فيها يخليها إنها تستمر وتنتشر ويعني تحقق أهدافها، فإنها بالنهاية راح تتلاشى مع الوقت زي كل الألعاب الإلكترونية المعروفة. عشان هيك وجود محفز مهم، اللي هو محفز بتعلق بإظهار الاستثارة أو الجانب اللي فيه نوع مختلف كتجربة مختلفة للأطفال، بتكون أحد العناصر المهمة لهاي الألعاب، لأنه إذا ما كانت موجودة فيها فبتكون عمرها قصير جدا وراح تختفي بشكل سريع. نعم. هذه الألعاب يعني إحنا عارفين إنه دور الأباء مهم جدا في إنه يتابعوا أبنائهم، وهنا بيكون بشكل غير مباشر طبعا، هذا الإشي المفضل من خلاله إذا لاحظوا أي شيء يتعلق بألعاب فيها خطورة، أو لأنه الناس الآن تسمع كثير عن الألعاب الخطرة وتنشر أسماءها. نعم. فهون يعني إذا تبين إنه في ألعاب ممكن تضر وهم متواصلين مع أبنائهم ومقتربين منهم، فبيكون دورهم سهل، لأنه بعتقد إنه لعب زي هذه أو ألعاب يعني بالشكل هذا عشان توصل لمرحلة يقوم فيها الطفل بسلوك زي سلوك انتحاري أو إلى النفس أو شيء في خطر، يعني ما راح تكون بساعات قليلة أو في أيام من قليلة. أي عمر لأي عمر يتأثر بمثل هذه المطالب دكتور الطفل؟ يعني نحكي إحنا على فترة أطفال، ما بنتوقع إنه شباب لو حتى لعبوها إنه يتأثروا بالشكل هذا، إلا إذا كان عندهم اضطرابات كبيرة يعني في شخصيتهم أو في قدراتهم العقلية، بس هي بتكون أكثر في الأطفال، مثلا نحكي من أعمار 6 إلى 7 سنوات إلى عمر 12 سنة، هاي بتكون الأعمار فيها الأطفال بتأثروا كثير بالأشياء المثيرة، الأشياء اللي فيها تجربة مختلفة أو تجربة جديدة، حتى لو كان فيها إذا النفس كونها اللعبة هاي لما يكون فيها خطورة أو يكون فيها شيء مؤذي للطفل، هو بتعامل معه حتى الأذى هذا كجزء من اللعبة وكجزء من التسلية، وما بيكون يدرك أكثر من هيك فيما يتعلق في هذا الخطر أو السلوك الانتحاري ممكن. طيب دكتور، ما الفكرة برأيك من ابتكار مثل هذه الألعاب المؤذية للطفل؟ الفكرة الأساسية والهدف الأساسي هو إنه يعني هاي اللعبة تكون إلها ديمومة ما أمكن بين الألعاب، لأنه إحنا بنعرف إنه الألعاب الإلكترونية الآن صارت يعني مزدحمة جدا، وصار التنافس بينها كثير عالي في مين إنه اللعبة راح تنتشر ومين اللعبة راح تبقى، فهذا هو الهدف الأساسي. طيب دكتور، هل يقتصر دور الحماية على الأم والأب، أم دور المؤسسات التعليمية أيضا مهم كذلك في توعيتهم بمخاطر مثل هذه الألعاب؟ صحيح، هو دور المؤسسات الإعلامية وكل المؤسسات المجتمعية مهم في التوعية، ولكن دور الآباء والأمهات مهم في إنه يكونوا أقرب للطفل ويعني مسلطين الضوء عليه بشكل غير المباشر لحمايته. أما المؤسسات الثانية فهو دورها يعني إرشادي، دورها توعوي. نعم.
دكتور، هناك من أولياء الأمور يعني يخشون أن يقولون للأطفال هناك لعبة مخيفة ممكن أن تؤذيكم، خشية أن الطفل فضوله يخليه أنه يدخل عبر الإنترنت ويبحث عنها، هنا كيف تكون آلية التوعية برأيك؟ يعني هذا واضح جدا وأكيد راح يصير في حال أنه انذكرت عن لعبة معينة أنه فيها خطورة، فيها شيء مختلف، الطفل ودافعه للفضول أنه يتعرف عليها أو يلعبها هنا بتكون وجدت يعني. وفي الحالة هاي احنا بنحكي انتقلت المسؤولية للآباء والأمهات بالدرجة الأولى، أنه اقترابهم من أبنائهم يمكنهم من انهم يحموهم لو انه الاطفال علقوا بهيك العاب. اخيرا دكتور، نصائحك لكل اولياء الامور تجاه هذا الموضوع. يعني النصيحه الاساسيه انه الاطفال الاذكياء والاطفال الذكائهم طبيعي، هذول لازم نتعامل معهم بطريقه بتوازي ذكائهم، بتوازي قدراتهم العقليه. الطرق المباشره اللي بيكون فيها منع، فيها الحاح كثير، بتكون غير مجدية. فهون احنا بنحكي انه الطرق غير مباشرة والمتابعة ما وراء يعني الاشياء الموجودة بتعامل الاطفال مع الالعاب هاي هي اللي بتعطي النتائج الاساسية. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، حدثنا من العاصمة الاردنية عمان عبر الهاتف الدكتور بهاء طبازة استشاري الطب النفسية. أحيا النجمان العربيان ماجد المهندس ونوال الزغبي يوم أمس الجمعة الأمسية الأخيرة من الأمسيات التي يستضيفها مسرح المجاز في مدينة الشارقة، وحضر الحفل جمهور غفير من محبي الفنانين حيث قدما مجموعة متميزة من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور. سعيد جدا طبعا بتواجد اليوم بهذا المهرجان الكبير والتقي بجمهوري الرائع في الشارجة، وأشكر كل القائمين على هذا المهرجان، شكر خاص لسمو الشيخ سلطان القاسمي على هذا الدعم الكبير لهذا المهرجان الرائع، وسعيد جدا أكيد بعد ما عرفت البارحة الحفلة سولد أوت، وإن شاء الله اليوم أقدم ليلة حلوة بإذن الله. أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا كبسولة سبيس أكس دراغون على متن صاروخ فالكون 9 التابعة لمؤسسة تكنولوجيات الفضاء متوجهة إلى محطة الفضاء الدولية،
وتسعى مؤسسة سبيس اكس الأمريكية لإثبات سلامة المركبة بحلول الثامن من الشهر الجاري حتى تستطيع نقل فريق رواد الفضاء في شهر يوليو تموز من هذا العام. وجد علماء دليلاً جيولوجياً جديداً على وجود مياه على سطح كوكب المريخ. أوضح العلماء أن بيانات جمعتها مسبارات تابعة لناسا ووكالة الفضاء الأوروبية كشفت وجود شبكة مياه تحت أرضية قديمة للمريخ. وأضاف العلماء أن البحيرات تحت أرضية المريخ ربما كانت مترابطة. لن ينطلق محبو سلسلة الأفلام الشهيرة حرب النجوم في مدينة والت ديزني لهذا العام في أجواء كوكب هوث الجليدي ولا تاتيون الصحراوي، وإنما على كوكب بعيد لم يروه على الشاشة من قبل، إذ سيظهر الكوكب الجديد باتو على مساحة 14 فدانا مخصصة لأفلام حرب النجوم في المدينة الترفيهية. شهدت فنلندا ظهيرة الأضواء الشمالية المعروفة باسم الشفق القطبي، إذ تحولت سماء إيناري في لابلاند إلى هذه الأضواء المبهرة بحسب وكالة رويترز للأنباء. وظاهرة الشفق القطبي تحدث عندما تصطدم الإلكترونات المشحونة عالية السرعة الصادرة عن الرياح الشمسية مع ذرات الأكسجين والنيتروجين الموجودة بالغلاف الجوي للأرض على ارتفاع يتراوح بين 20 و200 ميل فوق سطح الأرض، وهي الظاهرة التي يصدر عنها موجات ذات ألوان براقة تنير السماء. ونختتم نشرتنا بخبر رياضي، إذ حسم التعادل الإيجابي ديربي شمال لندن، إذ استضاف توتنهام نظيره أرسنال في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي على استاد ويمبلي. بتلك النتيجة حقق توتنهام التعادل الأول له هذا الموسم ليحتفظ بالمركز الثالث برصيد 61 نقطة. وصلنا إلى الختام مشاهدينا، دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل في الإعداد سعد النعواشي، في الإخراج أنيم برهوم، مني روناك عادل، أطيب التحايا، في أمان الله.